القلوب تتجه نحو صنعاء قبل العيون، خصوصا وأن أغلب هؤلاء المقاتلين ينتمون لهذه المناطق وغيرها من محافظات الجمهورية التي اجتاحتها الميليشيا، ومن هنا يعودون من هذا المنفذ الشرقي، إذ بات حارس العاصمة الأول في قبضة الجيش الوطني، أو هكذا يمكن الحديث عنه الآن بهذه الطريقة، عن معسكر فرضة نهم أكبر معسكرات صنعاء، والذي كان يلوح صالح وحلفائه بين فترة وأخرى بأهمية. وسط السفوح الجبلية الشرقية أسس الرئيس المخلوع موقعا لتعزيز سطوته العسكرية، وهي الطريقة الأبرز التي عرف بها صالح بإحكام قبضته الأمنية وتطويق العاصمة بالمعسكرات من كل الاتجاهات. اليوم ومع تقدم الجيش الوطني إلى تخوم صنعاء، يحدث بذلك منفذا رئيسيا إلى أمانة العاصمة بالسيطرة على هذا الموقع الاستراتيجي، وبات رجال الجيش والمقاومة يتجولون فيه ويبحثون عن أقصر الطرق إلى قلب صنعاء، بل ويذهبون أبعد من ذلك لينعشوا حلمهم ويتركوا أثره في الطريق إليها. خلف كل معركة يكون هذا الشعار الذي لم يتحمل نفسه أصلاً أبرز أثر تخلفه الميليشيا، ويأتي دوماً كالمشهد الأخير من كل معركة. لكن ما يجري الآن هو استبدال أوهام الإنقلابيين إلى حقيقة واحدة فقط، هي قادمون يا صنعاء.